أهلا بكم. الفيديو ده رائع جدا وهذا الحوار جميل جدا اللي انت شفتوه، لأن ده بيعبر عن ثقافة هذا الطفل اللي يمكن كم سنة ده، ما عرفش 4 سنين 5 سنين ما يزيدش عن كده يعني. وهذا الشاب اليانع الجميل عنده في دماغه فكر، لو احنا وانا بتكلم كده جبتولي تاني بس من غير صوت يعني، واحنا شايفينه كده. اولا بيبكي لانه خايف، خايف من السمنة، بكاءه في الاساس خوفا من السمنة. شوف لما يكون طفل له، هو في العادي كان بيعيط وبيقول الكلام ده، فهو لما كرر الرياكشن ده لقيت انه من باب التسجيل للحظة التاريخية ده، انا سجله له يعني، مش وليد اللحظة ده، هو على طول بياكل حلويات وبيقعد يعيط انه اضطر انه ياكلها لانه خايف من السمنة. في اليابان السمنة جريمة يعني، في اليابان برضو عشان تعرفوا 85 سنتيمتر هو قطر الخصر المسموح به للرجال، و89 هو اقصى ما يمكن ان تصل له السيدات. بعد كده في قانون بيمنع زياده الوزن، يقف كده، اقف يا باشا. طبعا القانون ده ما اعرفش ده فيه، بيقول لك يعني انه في خضوع لازم لحميه غذائيه تحت اشراف هيئات حكوميه، وده قرار تم تنفيذه فعلا في بعض الاماكن وفي بعض المدن في، وطبعا هدفهم ان هم يوفروا الحمايه. اليابان بيفكروا كده، الجيل ده في الغرب بيفكر كده، احنا بقى الجيل بتاعنا في بنفكر مع في كتير دلوقتي في بيوت كتيره جدا بيعيشوا ازاي، الحلويات محطوطه قدامهم على الترابيزه 24 ساعه، وبيعتبروا ده نوع من يعني الأرستقراطية، أو إن البيت ده بيت فيه فلوس، البيت ده بيت عز، إن أنا حاطط له الشوكولاتة قدامه 24 ساعة له ولأصحابه الولاد اللي طبعًا بيروح يقولوا حمادة في بيته مامته حطاله الشوكولاتة والبسكوت وكل حاجة على الترابيزة، فالبسكوت ده بيقعد ياكل البسكوت كل يوم والشوكولاتة كل يوم والصبح وبالليل، فحمادة هيتخن وهيجيله سكر وهيجيله مشاكل كبيرة جدا. النهاردة حوارنا بيدور حول الكثير من مفاهيم التغذية، الكثير من المفاهيم التي تدور حول التخسيس. التخسيس اللي بقى كل من هب ودب عايز يتكلم فيه، اللي بقت الصحاب الشلة القعدة ممكن يتكلموا فيه، اللي بقى واحدة ما لهاش أي علاقة لا بالطب لا من قريب ولا بعيد، لا علاج طبيعي ولا طب بشري ولا صيدلة حتى ولا أي حاجة خالص، هي قاعدة وفرحانة بنفسها وبتروح الجيم، فقالت لما أعمل صفحة وأسميها خسي مع سوسو أو خسي مع فيفي أو مع ميمي، مع احترام كل الأسماء، وتلاقي ناس داخلين ولايكات وبتتلو بدلوها في التغذية وتقول لك نصايح، وهقول لك 10 نصايح النهاردة و15 نصيحة بكرة. دي بنت أولاً تودي في داهية، واللي بيمشي ورا دماغها هيروحوا في 60 داهية وهيتأثر صحتهم جدا، وده سبب بلاوي في الطب كبيرة جدا عدم المتخصصين لما بيتكلموا. النهاردة حوار استثنائي مع ضيف مهم جدا في عالم التغذية العلاجية، في عالم التعامل مع الوزن، في عالم الصحة الغذائية، ودي كلمة مهمة جدا. النهاردة لقاء خاص جدا مع اسم قدير في هذا المجال، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور إيهاب الغزولي، استشاري التغذية العلاجية من جامعة جلوبال بي كاليفورنيا، وعضو الجمعية الدولية لدراسات السمنة والجمعية الأمريكية للتغذية، وعضو الجمعية المصرية لدراسة السمنة، الاسم المتميز. أهلا بيك. أهلا وسهلا. يعني ونورني بهذه الزيارة. ربنا يبارك فيك. إزي حضرتك؟ قبل ما أدخل في يعني التغذية، معنى التغذية العلاجية أولا، ده سؤالي الأول عشان الناس تفهمها، وإيه اللي بيخلي في اختلاف بين الدكاترة وبعضهم أطباء وبعضهم في التعامل مع زيادة الوزن؟ اختلاف قد يكون كبير 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 لدرجة يعني حضرتك بتعتقد أن في بعض الأشخاص غلط وبعض الأشخاص صح. سؤال حضرتك الأول، كلمة التغذية، التغذية بمنتهى البساطة هي تناول نوعيات معينة من الأطعمة تعطي للجسم طاقة معينة و فيتامينات معينة ومعادن معينة عشان يستطيع إن هو يؤدي وظائفه الداخلية والخارجية. كلمة تغذية مقصود بها التنوع في تناول الأشياء، ولكن
كلمه تغذيه بتحكمنا فيها خصائص معينه، اللي هي يجب ان يدخل لجسم حضرتك 6 عناصر غذائيه خلال اليوم بتاعك: فيتامينات، معادن، كربوهيدرات، دهون، بروتين، ميه. والميه ده بالذات بيسموه التغذيه المنسيه، لان دايما ما حدش بيتكلم عليه الى حد ما. دون الدخول في تفاصيل، لو جسمك اخذ الحاجات ديت بمكوناتها الصحيحه باوقاتها الصحيحه، فانت كده بتتغذى بشكل صحي اذا كان جسمك يتناسب مع طولك وسنك والمجهود البدني حضرتك بتقوم بيه. الناس كلها بتسعى في الحياه بتاعتها ان هي تبقى مثاليه. مثاليه من ناحيه الشكل ومن ناحيه الصحه ومن ناحيه الاداء البدني والعضلي، خاصه السيدات او البنات او الرجال بشكل تقريبا متشابه او متقارب من بعض. كل منا بيبحث ان هو يكون شخص الى حد ما واصل المرحله اللي هو يرضى فيها عن نفسه. من المنطلق ده ظهر الحفاظ على الوزن، وظهر انقاص الوزن، وظهر زياده الوزن للنحفاء، لان الاثنين يعتبروا مال نيوتريشن، سوء تغذيه. الشخص السمين فهو سوء تغذيه، الشخص النحيف فهو سوء تغذيه. المفارقه بقى ان ظهر في الفتره الاخيره اللي هي نقول مثلا 20 سنه اللي فاتت كلام كتير جدا في موضوع انقاص الوزن وانظمه غذائيه متعدده. يعني حضرتك كشخص عادي، مش كدكتور، كشخص عادي لما تفتح اليوتيوب بتاعك او تفتح التلفزيون او تفتح واتيفر اي وسيله بقى، الفيس والانستجرام الى اخره، تلاقي حضرتك ان اشخاص بتدافع عن نظريات معينه، منها مثلا نظام الكيتوجينيك دايت، نظام الصيام المتقطع، واطباء بيتكلموا عنه وبيدافعوا عنه، ونظام السعرات الحراريه، ونظام داش دايت، ونظام البحر الابيض المتوسط، ونظام اتكنز دايت، ونظام فصائل الدم المختلفه الى اخره، والنظام النباتي، والنظام الكارنيفور، والنظام النباتي اللي معاه منتجات البان، والنظام النباتي اللي معهوش منتجات البان، وممارسه الرياضه عشان انقاص الوزن، وعدم ممارسه الرياضه عشان انقاص الوزن، او ممارسه الرياضه لزياده الوزن. فبتلاقي نفسك المريض في الاخر بيخش في حاله من حالات الشك، ان هو بيشك في كل حاجه بتتقال له. لان لما نيجي ناخد حاجتين على النقيض، مثلا حاجه زي كيتوجينيك دايت والنظام النباتي، بمنتهى البساطه الاثنين عكس بعض 100%. نظام الكيتوجينيك دايت بيقول لك لازم تاكل دهون 70% وتاكل بروتين 20% وتاكل نشويات 10%. النظام النباتي بيقول لك نفس النسب تقريبا، ولكن ما بيديكش الدهون دي، بيديك اللي هي كربوهيدرات 60% ودهون 20% وبروتين 20%. فبالتالي بيمنع عنك اللحوم بمنتجاتها النظام النباتي، ودواء بيمنع عنك النباتات بمنتجاتها. الخلاصه مش هنخش في تفاصيلهم عشان نتكلم على كل حاجه بالتفصيل تاخد وقت طويل، ولكن انت هنا ده بيجيب اوراق واثباتات ودكاتره علميين على قنوات مختلفه بيتكلموا، وبرامج وثائقيه بتتكلم على ده، وده بيجيب نفس الورق ونفس الاثباتات من دكاتره وجامعات تانية. انت كمشاهد عادي لازم يختل فكرك في الوضع دوت، انت which one is true، اني واحد هو الحقيقه؟ يعني انت تمشي ورا مين؟ تمشي اقول لك تاكل كل حاجه وتاكل دهون وتاكل وتاكل، ولا تمشي ورا التاني؟ anyway هما الاثنين مش غلط، ولكن مفيش حاجه اسمها الصح المطلق والخطا المطلق، ولكن كل حاجه ليها موانع. بمعنى هناخد حاجه صغيره بس كده عشان ما نستفضش في ده، وان شاء الله نفرد الكلام دوت حلقات وان شاء الله قدام مع حضرتك. شخص زي اللي بيتكلم على الكيتوجينيك دايت، الكيتوجينيك دايت هل ده شخص بياكل كل شيء زي ما هو بيقول، الدهون بنسبه 70% والبروتين بنسبه 20% والكربوهيدرات بنسبه 10% دون الدخول بقى في تفاصيله، هل هو بيعمل ده عشان يخس بس، ولا هيفضل على دوت لايف ستايل بتاعه فور ايفر؟ هو لو فضل على ده طول عمره هيفضل محافظ على وزنه، ولكن ما فيش حد يطلع في دماغه مثلا ان هو يقول ده انا هعمل كيتوجينيك دايت وهسيبه ومش هرجع في الوزن تاني. ما ينفعش، لازم يفضل لايف ستايل. طب هو ليه موانع؟ طبعا ليه موانع، ما فيش دايت من الدايت دوت الا وليه موانع. منها مثلا لما بنسمع الشخص اللي عنده جوتي، اللي عنده نقرس، ممنوع عليه الكيتوجينيك دايت. الشخص اللي هو عنده كوليسترول مرتفع، ممنوع عليه ان هو يعمل كيتوجينيك دايت. الشخص اللي عنده الضغط غير منتظم، السكر النوع الاول، ممنوع عليه. يبقى طالما ليه موانع يبقى ليه اضرار، يبقى لازم لما اعمله تحت اشراف. هو مش غلط مطلق، ولكن لازم تبقى فاهم ان انت لما تعمله هيبقى ده اللايف ستايل بتاعك لوقت طويل، لو سبته صادم هترجعه صادم. قيس على ده بقى انظمه كتير قوي، من ضمنها الصيام المتقطع والفصائل الدم والسعرات والكيتوجينيك دايت والرجيم النباتي الى اخره. فبالتالي مفيش حاجه اقدر اقول ان ده صح وما بعده غلط، او ده غلط وما بعده هو اللي صح. انت كده بتتجنى على علماء وعلى ناس عملت دراسات وعملت ابحاث وبتهد علوم كتير ناس كتير تعبت فيها. فبالتالي مش انت الصح المطلق، بس مش انت الغلط المطلق. اذا هذا الكلام يوصلنا للنتيجه ان كل مريض يختلف عن التاني، وكل مريض بنفسه في اوقات هتتابع معاك كذا وممكن نغير بعد كده. اقدر افهم انه المساله دايما قائمه على اختيارات دكتور،
الاختيارات دي قايمه على فحوصات معينه صح طبعا كده؟ هي إيه هي هي الفكره كلها، بس هي مش حته اختيارات دكتور لوحده. يعني انت ليك لايف ستايل معين وانا ليا لايف ستايل معين، انت ليك حاجات بتحبها وانا ممكن اكون عكس حضرتك فيها او حضرتك عكسي فيها الى اخره، ولكن احنا بيحكمنا في الحاله الصحيه بتاعت العيان. يعني معظم الاشخاص اللي بيعانوا من السمنه اللي هو لو قلنا بس ان هم بيبقى عنده مشاكل صحيه موجوده اوريدي هو بيروح بيها، يعني اللي عنده كوليسترول زياده، اللي عنده ضغط زياده، اللي عنده مشاكل في المفاصل، اللي عنده الام في العظام، اللي عنده نقص فيتامين د، اللي عنده نقص كالسيوم، اللي عنده انيميا، اللي عنده الى اخره. فبالتالي انت لازم تاخد هيستوري بتاع العيان كويس جدا عشان تعرف تتكلم معاه، ولازم تديله يعني التغذيه العلاجيه بقى ده دورها، ان انا ازاي اعوض على حضرتك الحاجات اللي ناقصه اللي موجوده عند حضرتك من خلال الطعام اللي انا بوفره لحضرتك. بمعنى انا لازم اوفر لك الطعام اللي انت محتاج له، ولو في نقص او عدم كفايه لعنصر معين زي الحديد لو انت عندك انيميا، زي الكالسيوم لو انت عندك نقص في الكالسيوم، فبالتالي انا بعمل لك زياده في المنتجات اللي ممكن الغذائيه الطبيعيه اللي ممكن توفر لك هذا النوع من النقص وتعليه بدرجه عاليه في شكل يعني نقول قليل شويه عشان تقدر تكمل بحاله صحيه جيده، وهو ده المحك بتاعنا. انا لازم أن تكون حالتي الصحيه وانا بعمل دايت حاله صحيه جيده. انا مش بعمل دايت عشان شكلي بس، انا بعمل دايت عشان صحتي وشكلي. رقم واحد الصحه، انما لو انا خسيت وفقدت جزء من صحتي يبقى انا كده ماشي في طريق مش صح، لاني اكيد هوقف فهرجع ادخل اكتر ما بدات، وده اللي احنا بنشوفه كتير. عظيم. دايجر يعني ايه الكلاسيك انفستيجيشن اللي بتطلبوها في الاول؟ هي اول حاجه الاساسيات. الاساسيات اول حاجه بس ان احنا لازم نعمل اللي هو قياس معدل الحرق والدهون للعيان. يعني ما اعتقدش ان في عياده تبقى شغاله بشكل جيد الا وتعرف، يعني حضرتك انت ممكن يكون شخصين نفس الطول اوكي كده ونفس السن ونفس الجندر اللي هو كان ولد او بنت او ست او راجل يعني، ونقف على الجهاز بتاع قياس معدل الحرق، الوزن الايدل بالنسبه لحضرتك غير الوزن الايدل بالنسبه لي. اوكي كده يعني ده اختلاف بيبان ليه؟ لان اختلاف الكتله العضليه، اختلاف المجموعه التجمع الدهني، اختلاف المناطق اللي فيها تجمعات دهنيه، وده ما بيبانش غير بالجهاز اللي هو تحديد نسبه الدهون، وده لازم يكون متوفر، ودي الخطوه رقم واحد اللي اعتقد ان هي بتتاخد في معظم العيادات بتاعه السمنه. رقم اثنين بقى الهيستوري احنا بنسمعه، يعني مثلا لو عندك ضغط لازم اشوف الادويه اللي حضرتك بتاخدها، عندك سكر لازم اعرف انت بتاخد ادويه ايه، غير التحاليل العاديه اللي هي لو تحاليل غده درقيه او لو بنسال مثلا بنت او حاجه عندك الديستربنس في البيريود بتاعتك او كده، في مشاكل قبل كده في الحمل او في اخر في الحمل، فبنشوف تحليل الغدد بتاعها ولازم نبص عليه وبتاخد ادويه ايه عشان الحاجات ديت. يعني زي مثلا لو في حد عنده اضطراب الغدد الدرقيه ومحتاج نسبه يود اعلى من المعدل الطبيعي، طبعا حضرتك اكتر مننا درايه في النقطه ديت، بنديها الاطعمه اللي هي بتكون غنيه بنسبه اليود او عندها نقص في الحديد، بنعمل صوره دم كامله او كرات الدم البيضاء بتاعتها مرتفعه شويه الى اخره، انسقن اللي احنا بنشوفه معاها عشان في الاخر خالص يبقى نطلع في الاخر بنظام غذائي صحي يتناسب مع كل شخص او كل فئه عمريه. ناهيك مثلا الاطفال، يعني لو في طفل زي ما حضرتك اشرت في اول الفيديوهات نسبه الاطفال في السمنه بقت عاليه جدا. طب هو الطفل دوت يعني 85% من الاطفال بتكون السمنه عندهم كونجنتال يعني وراثيه، ما هياش ليها اسباب ثانيه الا اذا كان عنده اسباب في الغده اللي هي الكوشنج سندروم، كان عنده مشكله في الغده الفوق كظريه، نسبه الكورتيزول في الدم، او عنده حاجه في التي 3 وتي 4 تي اس اتش بتاعته، فبالتالي لازم نشوف حاجات زي كده. بيكون متابعنا طبعا في اساتذتنا بتوع الاندوكراين بتوع الغدد الصماء، وبندي له نظام غذائي يتناسب مع حالته الصحيه ونشوف الدنيا بتبقى عامله ازاي، وكل فتره طبعا بنعيد هذه الفحوصات مره ثانيه. في حته مهمه قوي الحقيقه عليها خلاف، حته السناكس ما بين الوجبات. في ناس تقول يعني بنسمع اعمل خد سناك بين الوجبات لو انت حسيت بالجوع. جميل. في ناس جربت تاخد السناكس دي كانت النتيجه الناس نفسها قالت لا ده السناكس دي دخلتني في ان انا السناك جوعتني اكتر فكلت كلت 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 فتخنت تاني. حلو. انت ايه رايك؟ لا انا بسالك. طيب anyway. بص يا فندم، هي لو طبقنا الفكره صح اعتقد انها تمشي بالظبط كده. هي الفكره بقى هي ايه السناكس؟ بمعنى مش دي سناكس بقى، هي بقى دي التكه بقى الصغيره اللي هي ايه. مثلا نيجي نسمع دايما او الشائع دلوقتي او حد يقول لك ايه مثلا ده انت ممكن تاكل بين الوجبات فشار او ترمس او ذره مشويه او ذره مسلوقه او شوفان او جنين قمح او بليله او حمص الشام او الانواع المخبوزات اللي هي معموله بجنين القمح والشوفان وزيت بذره الكتان الى اخره. السناكس ديت اوريدي دي ما تنفعش. ليه؟
هي تنفع لو محسوبة السعرات جوه الرجيم، انما على اطلاقها كده ما ينفعش. ليه؟ الذره والفشار والترمس والذره المشويه والمسلوقه او جديد القمح الى اخره من اللي انا ذكرته ده، كل دي كارب كربوهيدرات. كربوهيدرات بمنتهى البساطه كل اربع معالق منهم على اطلاقهم ايا كان نوع الكارب، اربع معالق منه يحتوي على 15 جرام نشويات و4 جرام بروتين. حلو كده. نخش بس في حته زياده كده اللي هي حمص الشام مثلا. حمص الشام يعني او البقوليات اللي هي الجافه احنا بنسميها الليجمز. الليجمز هي مش مصنفه بروتين بالمناسبه. احنا ليه سبب ان هي بنسميها بروتين؟ بروتين نباتي لان الاربع معالق من الليجمز اللي هي الكار اللي هي الترمس والحمص والعدس والفول، الاربع معالق منهم بتحتوي على برضه 15 جرام نشويات، هي بقى ولكن بتحتوي على 7 جرام بروتين. فعشان كده احنا بندخلها ان هي قيمتها في البروتين عاليه شويه، عشان كده بنسميها البروتين النباتي. انما هي بقوليات تحتوي الاربع معالق منها على 15 جرام نشويات. يعني ايه بقى 15 جرام نشويات ديت؟ يعني هم اربع معالق رز، اربع معالق مكرونه، نص رغيف عيش بلدي، اوكي. فبالتالي نسبه الكارب اللي موجوده اللي انا باخدها كسناكس بتبقى نفس نسبه الكربوهيدرات اللي محسوبه لي خلال اليوم. فبالتالي لو انا اخدت منها بكميات عاليه هي ممكن ما تتخنيش لاحتوائها على كميه عاليه من الالياف، ولكن على الاقل هتمنع نزول الوزن. والعيان يبقى بالظبط كده، العيان يبقى مقتنع ان هو عامل دايت لانه ما بياكلش بين الوجبات غير ترمس او ذره مشويه او ذره مسلوقه او فشار الى اخره يعني. نيجي للنقطه الثانيه اللي هي السناكس اللي هي المحببه او الكويسه. الصح. انا هقول لك على حاجه ظريفه كده يعني برضو ايه يمكن يعني حضرتك تكون سمعت بيها قبل كده، اللي هي الطعام اللي هو النيجاتيف انرجي اللي هو ذات السعرات الحراريه السالبه. يعني ايه الكلمه دي؟ حضرتك كل اكل احنا بناكله بيدي للجسم كالوريز سعرات حراريه، جميل، وبيدي للجسم طاقه، جميل جدا. ولكن اللي احنا لازم نعرفه ان كل طعام احنا بنتناوله بيستهلك من الجسم طاقه عشان يتهضم. لان انا لما باكل حاجه المعده بتعمل، انا لما باكل حاجه الدم بيعمل، انا لما باكل حاجه كل جزء في جسمي الميتابوليزم بيحصل. بالظبط كده، بالظبط كده. فبالتالي ناخد على سبيل المثال لو انا اكلت مثلا بروكلي بين الوجبات، ناس كتير تقول لك البروكلي حلو للدايت، هو حلو فعلا. ليه؟ لان ال 100 جرام بروكلي بتدي للجسم 28 سعر حراري، جميل. ال 100 جرام بروكلي عشان تتهضم بتاخد من الجسم 80 سعر حراري. فبالتالي هي نيجاتيف انرجي، مش معنى كده ان هي بتحرق دهون لكنها لا تزيد الوزن على الاطلاق. زي مثلا التفاح، التفاحة الواحدة فيها تقريبا من 67 ل 70 سعر حراري، جميل جدا. طب انا لو باكل تفاح عشان تتخدم استهلك 100 سعر حراري. قيس على كده حاجات كتير قوي قوي عشان تبقى عارف فوق ما تتخيل حضرتك. يعني الموز في الموز لا الموز 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 بوزيتيف. هي بس هقول لك انا على هو الموز الموز ده بوردر لاين. لا مش بوردر، مش بوردر. هي في حاجه لو انت بتشتغل نظامك كالوريز وايز، اوكي، انا ممكن اديك كل حاجه في الدنيا بما فيهم العنب والتين والبلح بس بكميات محدده، اوكي. دي اللي هي انا بحسبها لك بالملي، اوكي. انما على الاطلاق الموز ما ينفعش. ليه؟ لان الموز فيه جلوكوز، سكر مباشر. الجلوكوز من الحاجات اللي احنا مش بنحب نديها للعين بشكل عالي عشان ترفع الانسولين. ترفع الانسولين، ورفع الانسولين بيعمل ديستربنس في الليبتين هرمون. فبالتالي انا بس مش عايز ادخل بس الموضوع بقى نقاش علمي. حلو قوي. وانا بحب الموز عشان خاطر حاجه ثانيه، عشان البوتاسيوم. ايوه بس خد بالك من حاجه بقى عليك. اشرب شاي. اشرب طبعا البوتاسيوم حلو جدا لمرضى الضغط. فالموز هو انسب حاجه لمرضى الضغط من الفاكهه. هو نقول بقى حاجه ظريفه قوي، الموز غني بالبوتاسيوم. بس ما هوش الوحيد اللي فيه بوتاسيوم. بالظبط بالظبط كده يعني. كل حاجه بقى، كل حاجه يعني مثلا البرتقال فيه بوتاسيوم. اللي يستفان دي فيه بوتاسيوم، بس بوتاسيوم الموز اعلى. الموز اعلى حاجه في البوتاسيوم. اوكي، بس مش معنى كده انا ممكن اكون مريض سكر. ما هو الموز عندي غلط. لا، الموز هيرفع لي السكر. بالظبط كده. انا مرضى الضغط. بالظبط كده. ما انا بقول انا مش بتكلم دلوقتي في تخسيس بس. انا مريض سكر، طب ما هو الموز بيحتوي على نسبه جلوكوز هيرفع لي الانسولين فجاه، فبالتالي ما ينفعش. انما ممكن الكانتالوب بيحتوي على نسبه عاليه جدا من الموز على فكره، يلي الموز على طول. يعني بيحتوي على نسبه عاليه من البوتاسيوم ويلي الموز مباشره. واحنا عندنا اخطاء شائعه ان هو ده بس، يعني عارف، لا مفيش هو ده بس، كل حاجه ربنا خلقها فيها كل حاجه. ولكن الموز والكانتالوب والبرتقال والاستفندي كل دول فيهم. والطماطم على فكره فيها بوتاسيوم. انت فاهم كلامي كده. فبالتالي الحاجات دي ممكن ناخدها كتعويض لنسبه البوتاسيوم. ولكن يعني البوتاسيوم انت لو شربت ميه كويس اساسا هتعادل لك نسبه الصوديوم، فممكن ما يحتاجش البوتاسيوم. بالظبط، انت فاهم كلامي كده. فبالتالي يعني عارف هي نسبه وتناسب. يعني انا ممكن اكون باكل بوتاسيوم كتير بس باخد صوديوم كتير، باكل مخلل وباخد حاجات زي كده، فبالتالي ما فيش بالانس او ما بشربش ميه. انت فاهم كلامي كده. فبالتالي نفس الخلل هيحدث لي في النقطه ديت.
السناك بقى اللي هنا بين الوجبات هي الفاكهه المحموده او الخضروات زي الخيار او الخس او الجزر. احنا قلنا البروكلي وقلنا التفاح. التفاح واليوستافندي والبرتقال. ده كله كل ده نيجاتيف انرجي. نيجاتيف انرجي. نيجاتيف انرجي بمعنى ان هو بيدي كالوري لكن عمليه هضمه تحتاج الى كالوري اكبر. بالظبط كده. وبالتالي هو مش هيقلل الوزن ولكن هيمنع زيادته. هيمنع زيادته. بالظبط كده. حاجة تانية ان انا ما باكل سناك من الوجبات، انت لو منعت نفسك بالسناك من الوجبات الجسم بيحصل له حالة من حالات الاسترفيشن، فبالتالي معدل البي ام ار بتاع معدل الميتابوليزم بتاع الحرق بتاعك زي ما احنا بنسميه اوكي بينخفض، لان هو كده دخل في حالة من حالات المجاعة، فبالتالي بيحاول يحافظ قدر المستطاع على الدهون اللي موجودة لانك انت منعته من الطعام فترات طويلة. عشان كده وده بيعمل اضطراب اكتر، يعني بيحصل لك هبوط مفاجئ في نسبة السكر، فبتبتدي تاخد حاجة مسكرة بكميات قليلة فبيرفع نسبة الانسولين اعلى، فبعدها بشوية بتضطر تجوع اكتر وبتخش في السيركل اللي هي بتاع الانسولين انتولرنس، وبتخش بقى في الميتابوليك سندروم بشكل ايه اعلى من المعادلات الطبيعية واللي حضرتك عارفه اكتر مننا. انما anyway لو انا اكلت بين الوجبات فانا بعمل ستوب للموضوع دوت، مفيش المعدة ما بتديش اشارات للمخ تقول له انا في حالة ستارفيشن، بتقلل له معدل التخزين بتاعه، بيزود له معدل الميتابوليك ريت لو معدل الحرق، لان هي معدل الحرق مش لما بياكل، هي معدل الحرق عشان انت بتحافظ على نسبه الانسولين، فبتحافظ على نسبه الليبتين وخروجه من الخلايا الدهنيه او الخلايا الشحميه الموجوده تحت الجلد بتاعنا، فبالتالي انت بتحافظ على معدل احساسك بالجوع، فما بيدكش الاحساس بالنهم لفترات طويله، لان لو قعدت فتره طويله منقطع عن الطعام هيحصل لي صدن هيحصل لي مجاعه، فيحصل لي جوع مفاجئ، فبالتالي مش هحس ان انا ساتسفايد الا لما باكل حاجه فيها كارب مباشر. طيب في سؤالين، سؤال سريع كده وسؤال اطول شويه. اتفضل. السؤال السريع، ايه الاكله اللي انت تقول للناس اوعى منها دي خطر جدا؟ ولا تختلف من شخص لشخص؟ ده سؤالي. تمام. السؤال الثاني تثبيت الوزن، اللي هي الكلمه اللي برضو ليها وقع الاذن غريب شويه. ابدا لي بالاول. طيب الحوار معاك ممتع. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. هي اكتر حاجتين اكتر هي مش ال- 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 الوحش قوي اكلتين على اختلافهم، يعني اللي هي المقلي الحاجات المتحمره والمخبوزات. دي اكتر حاجتين المقلي، لان احنا لما بنحط خد بالك من حاجه، بس انا هقول لك على حاجه ظريفه قوي، يعني المقلي ده ونخش بقى في نطاقه في الزيوت. يعني الزيوت، يعني الناس يجي تقول لك انا بعمل دايت ما باكلش غير بزيت زيتون، طيب هو ده صح ولا غلط؟ الزيوت عموما في المطلق بتاعها خطير. بالظبط كده. نخش بقى في الزيوت. اولا الدهون في المطلق، معلقه دهون ب 90 سعر، يعني معلقه كبيره 10 جرام، جرام الدهن 9 سعر حراري ايا كان نوعه، يعني معلقه زيت زيتون ومعلقه زيت ذره ومعلقه زيت عباد شمس ومعلقه سمنه بلدي ومعلقه سمنه نباتي، ايا كانت ايا كانت ب 90 سعر حراري. الاختلاف في الزيوت، يعني مثلا نقول زيت بذرتك الزيت الحار وزيت الزيتون هو افضل انواع الزيوت. ليه؟ لانه بيؤثر ايجابي على نسبه الكوليسترول في الدم. الاشخاص نقول اللي زينا كده مثلا يعني المفروض ياخدوا بعد في المرحله العمريه ديت ناكل بزيت زيتون على الثلاثينات يعني مثلا. بالظبط. او اصغر يعني كدبين. او اصغر المفروض ياكلوا بزيت زيتون، او لو مش بنستسيوه المفروض ياكلوا بزيت ذره، بعد كده زيت عباد الشمس اقلهم في الضرر. تعال اقول لك نقول ليه، عندك وقت؟ طبعا. طيب زيت الزيتون وزيت الدهون بتاعت الكوليسترول نوعين، اللي هو ال دي ال وال اتش دي ال، حضرتك يعني الضار لودنس لايبوبروتين والنافع الهايدنس. حلو قوي. زيت الزيتون بيعمل حاجه ظريفه جدا، او الزيت ليأكس. اللي هو زيت الاحادي اللي هو زيت الزيتون وزيت مثلا نقول زي بذره الكتال وزيت الحار ده. جميل جدا. بيعمل ايه؟ بيرفع الدهون اللي هي ال اتش دي ال اللي هي النافعه وبيقلل الضار، بيعكس. جميل جدا. زيت الذره بيسيب الدهون الضاره زي ما هي وبيرفع الدهون النافعه. جميل. ويقيس عليه بقى زيت عباد الشمس والزيوت الخفيفه عامه يعني. نيجي بقى لايه؟ للسمنه البلدي. السمنه البلدي بتعمل ايه؟ بتسيب الاتش دي ال زي ما هو، اللي هو الدهون الجميله. الجميل. ما تقربش منها. وبترفع الدهون الضاره. وبترفع الدهون الضاره. نيجي بقى للسمنه النباتي. ده بتوطي الاتش دي ال، بتقلل الدهون النافعه وبترفع دهون الضاره. عشان كده السمنه البلدي اقل ضررا من السمنه. كلهم دهون، كلهم على اطلاقهم دهون، فبالتالي ما فيش حاجه اسمها انا بعمل دايت فالمفروض ان انا اخد بزيت زيتون. لا، انت بتاكل اكل صحي كل بزيت زيتون، انما بتعمل دايت لو في زيت في الورقه كل، لو ما فيش يبقى ممنوع. وصلت كده؟ وصلت. ويندرج تحتها بقى المقلي بقى، السعرات الحراريه بتتضاعف جواه لان انت بتغلي الزيت فبتكسر جزيئات الكربون اللي موجوده جوه منه، فبالتالي بتتضاعف سعراته بشكل عالي جدا. حيث. فدي المقلي اكتر اكله ممكن تقلق منها في زياده الوزن. نمره اتنين المخبوزات، والمخبوزات دي بقى كارثه.
ليه؟ البيتزا بقى ما انا اقول لك بقى ده يعني عارف انت المخبوزات دي كانت الحواوشي لا الحواوشي مش مخبوزات ليه بقى بتعمل في ناس بتعمله حسب نوع الحواوشي في نوع من الحواوشي بيتعمل كانه مخبوز ما هو ده بقى ده المشكله انما احنا بنتكلم في المخبوزات الحواوشي بتاع العزازيه في الشرقيه طب نروح بقى المرحله الجايه تجيب لي معاك المهم anyway المخبوزات ليه وحشه قوي كده لان المخبوزات فيها الثلاث سموم البيضاء دقيق ايوه وملح وسكر صح اوكي كده الملح يعني على جنب كده هنتكلم بقى اذا كان هو بيزود الوزن او لا لان ده عليه لغط كتير قوي يعني انما نخش في الدقيق والسكر الاثنين الدقيق والدقيق الابيض مش الدقيق اللي هو الاسمر احنا بنتكلم على المخبوزات اللي هي الدقيق الابيض الاثنين بيزودوا دهون الكبد الاثنين بيرفعوا نسبه الانسولين الاثنين بيعملوا ديستربنس للهرمونز بتاعه الليبتين وهرمون تاني اسمه الجيرلين الجيرلين ده بقى لا ده الجيرلين ده بقى يعني شوف انا صح ولا غلط يعني هداك بصراحة المعلومه بتاع النهم الليلي مع الجوع الشديد بالظبط كده هو الجيرلين هو ساعتك تصحى الساعه 3 تقعد تدور على اي سندوتش جبنه هو ده بقى اللي هو تدور على رغيف فينو عشان تحط فيه اي حاجه ما عشان كده انت ما بتاخدش المخبوزات لو تلاحظ حضرتك انت مهما اكلت منها ما بتشبعش بسهوله معدل احساسك بالشبع منها بيكون هو ال 11 سندوتش ولا ال 15 سندوتش كده بالظبط كده ما دي مخبوزات ما سندوتشات الكبد بتتحط في عيش اللي هو الفينو ما هو المشكله في عيش المشكله في عيش الفينو بالظبط كده مش المشكله في الكبد مش المشكله في لو حطيت نفس الكبده دي في عيش بلدي مش هتقدر تاكل 15 سندوتش بالظبط كده بالظبط كده معدل احساسك بالشبع هيكون اعلى لان العيش البلدي فيه الياف بالظبط كده انت فاهم كلامي كده نيجي بقى للنقطه بتاعت التسبيد السريع في التسريع عشان عارف وقت حضرتك اولا ما فيش حاجه في الدنيا دي اسمها تثبيت وزن خالص على الاطلاق على الاطلاق وبنشوف حالات كتير جدا بعد ما خست كميات كبيره رجعت تاني وحالات عملت عمليات اوكي كده لانقاص الوزن اوكي كده وبدات ترجع تاني جميل طب هو في حاجه اسمها تثبيت لا مفيش يعني ايه يعني مفيش حاجه اسمها حقن تثبيت وزن ولا ابر تثبيت وزن ولا ادويه تثبيت وزن ولا جلسات تثبيت وزن مفيش امال في ايه في حاجه اسمها لايف ستايل كل واحد فينا بيختلف طبيعه اكله عن الاخر فبالتالي حضرتك لما بتخس مع دكتور او مع نفسك اذا كان عندك خلفيه تغذويه جيده او مع مدرب في جيم او وات ايفر انت خسيت ولكن انت عايز انت وصلت لمرحله ان انت لازم تحافظ على اللي انت وصلت له انما لو سبت نفسك تاني ورجعت تاكل بنفس العشوائيه اللي كنت بتاكل بيها ونفس العادات الغلط اللي انت كنت بتمارسها هترجع بشكل اعلى بكتير مما بدات بل بالعكس ممكن يكون اكتر انا استمتعت للغايه بالحوار معك وسعيد جدا ان انت نورتنا في مصر اسم متميز للغايه ضمير مهني على ارقى مستوى ده بتدور عليه من زمان في العالم التغذيه لانه مش بالسهل ايجاد الضمير المهني ده فانا الدعوه مفتوحه والدعوه دي بالامانه انت فعلا لازم تكون موجود للناس يسمعوك عشان تصحح كتير من الاغلاط وعشان نستمتع بحوار لان الحوار بيننا وبين بعض هيكون على درجة عالية جدا من لان انا فكرت دلوقتي في حاجات كثيرة فكرت ان احنا واحنا بنتكلم هنقعد نعمل اكل ونقعد نفكر نشوف نعمله ازاي بشكل صحي فكرت ان احنا نعلم الناس كل اكلة تعمل ازاي لانه في الطب عندكم في التغذية حاجة مهمة جدا نفس الاكل تتعمل تبقى صحية ونفس الاكلة تتعمل تبقى سم بنفس مكوناتها ازاي اقول حاجه عندك انا قولها هو في حاجه بس اسمها فود انتر اكشن اللي هو اكل اكل وتفاعلاته الغذائيه بمعنى مثلا يعني ان انا عندي شخص بيعاني من الانيميا ما ينفعش اديله حاجه فيها حديد مصحوبه مع حاجه فيها كالسيوم زي منتجات الالبان الكالسيوم بيقلل شويه من امتصاص الحديد من الجسم حاجات كتير زي ما نقول الشاي مثلا بيعمل انيميا هو الشاي ما بيعملش انيميا الشاي في حاجه اسمها ثايوفيلين دوت بيؤثر اللي هو الاستيتريك تانيك اسيد بيأثر على دخول الحديد للجسم بشكل عالي زي ما هو بيتاخد بعيد عن الاكل بشويه فدي اسمها تداخلات غذائيه وفي حاجه اسمها تداخلات غذائيه دوائيه يعني في اكل بيتعارض مع الادويه فانت ان شاء الله انا سعيد جدا بالكلام مع حضرتك طبعا وان شاء الله نفرد حلقات للكلام ده مع حضرتك يعني. لو عندك في الفريزر ولا في الثلاجه بيضتين وعايز تعمل بيض ممكن تعمل البيض حلو جدا يظبط لك كل حاجه في اليوم ممكن تعمل البيض يرفع لك مستوى الكوليسترول ويديك هم بيضتين صحيح هتحط عليهم ايه هو ده الفيصل هيودوك فين لا يوديك يمين تروح الجيم وتروح
شغلك وانت رايق وبتاع، يودوك العنايه المركزه حرفيا بذبحه صدريه. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة اللي نورتنا النهارده الأستاذ الدكتور إيهاب الغزولي، استشاري التغذية العلاجية من جامعة جلوبال بكاليفورنيا، عضو الجمعية الدولية والأمريكية للتغذية، وعضو الجمعية المصرية لدراسات السمنة، أبدع في واحدة من أرقى حلقاتنا. تبقى سلسلة منتظرينها أكيد، وأكيد استمتعتوا جدا بهذا الحوار، لكن ننتظر هذا هذه السلسلة على الناس الحلوة، نشوف فيها إزاي الناس بتاكل صح، ونشوف فيها برضو إزاي بعض المدعين بيقولوا تعليمات للناس تودي في 60 دقيقة. خليكم دايما معنا، خليكم معنا سلام.